رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشارك في فعاليات اليوم الوطني للدعاء من أجل السلام والتعايش السلمي الذي يصادف 28 من نوفمبر لكل عام. والبلاد تحتفل بذكرى إعلان الجمهورية الذي يصادف 28 من كل عام، وهو اعتراف اعتبر به الاستعمار الفرنسي عام 1958. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضاً المسائل هذا اليوم. غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو متوجهاً إلى ساحل عاج بهدف المشاركة في افتتاح أعمال القمة رقم 5 للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي سوف تنعقد خلال فترة ما بين 29 إلى 30 من نوفمبر الجاري. القمة وضعت تحت شعار الاستثمار في الشباب من أجل تسريع النمو الشامل والتنمية المستدامة. أما سيدة البلاد الأولى ستشارك في اجتماع السيدات الأول الأفريقياد حول الاقتصاد الأفريقي، وكان في وداعه بمطار جميل الدولي رئيس الوزراء بايم بادا كالبير وعدد من أعضاء الحكومة ومكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء. هذا وقبيل مغادرة العاصمة نجمينا، فقد شارك رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في فعاليات اليوم الوطني للدعاء من أجل السلام والتعايش السلمي. شعار هذا العام يدا بيد من أجل التضامن والعدالة. سعيد أحمد حسن. إحياء اليوم الوطني للدعاء من أجل السلام والتعايش السلمي والوفاق الوطني لهذا العام أخذ شعار يد بيد من أجل التضامن والعدالة، وهذا دليل على المحبة والأخوة بين أبناء الوطن، وفي هذا الوطن صف واحد ويقف به إما أخ لك في الدين أو أخ لك في الوطنية. وشهدت المناسبة عدة كلمات من رجال الدين تمحورت في رسائل تحمل في طياتها مقومات السلام وأهميته وكيفية الحفاظ عليه وضرورة الوقوف جنبا إلى جنب، كما عطرت المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم وقراءة نص من الإنجيل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وحينئذ ينفجر مثل الصباح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك. هذه المناسبة الوطنية كانت نتاجاً لجهود رجال الدين من أبناء الوطن في 28 من نوفمبر لعام 2010، وصدق عليها مرسوم الرئاسي في العام 2011 لتصبح بذلك مناسبة وطنية رسمية. وبما أن الحمام رمز للسلام، صرحت حمامات على يد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وكذا أسقف مدينة جمينة، كل عام والأمة التشادية بألف خير.